حضورنا اليوم وبمعية السلطات المحلية إلى هذه الديار بمعية بعض الوجوه الثورية التي عايشت حيثيات هذه المعركة هي دلالة أيها الإخوة على تمسكنا برسالة العظماء، رسالة نوفمبرية خالدة، خلود شهدائنا البواسل من أجل أن تبقى راسخة في الأفئدة والنفوس. احنا في البرد وهم خلاص ما عاد بالهمش واش يعيط يقول اقبل منا الشهداء. احنا انا في ذاك الوقت انا نشفع لهذم 9 ولا 6 جنود الاخ ياسر ما عاد باليش. المعركه طاحت لكم كثير، الجنود ولاو يطفقوا وعيطوا طاحت لكم كثير باش نشد. واش هو الرجال اللي حضروا رجال متاع يستاهلوا كل خير.